الموضوع. الاتجاه أصلح. قالوا ذهنكم جيدا يا مين. وبعد ذلك سيتضح لكم أن كل الأبحاث التي طرحت فقهيا وأصوليا مرتبطة بأي اتجاه؟ بهذا الاتجاه الأول، لا بالاتجاه ماذا؟ عندما تقول أن الصلاة في الزمان الكذائي، أنه في المكان ماذا؟ الكذائي. هذا معناه أنه تجعل الزمان والمكان ماذا؟ ها؟ ظرف لوقوع هذه الأفعال، واجبات، مستحبات، مكروهات إلى آخره. هسه شوفوا تداخل الأبحاث الذي أعبر عنه أنا بعملية الاستنباط. خل الإنسان اللي ما ملتفت إلى هذه المباني يدخل إلى هذه الأبحاث واقعا لا يستطيع أن يجذر. رحمة الله على سيدنا الأستاذ سيد الشهيد قدس الله نفسه، كان يقول أهم وظيفة من وظائف المحقق والمجتهد أن يستطيع أن يجذر المسائل. يعني شنو؟ يعني كل مسألة يرجعها إلى 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 جذورها الأولى. هاي المسألة من أين جاءت؟ لماذا الآن تطرح بهذه الطريقة هنا؟ هل هي جذرها فلسفي، جذرها كلامي، جذرها اجتماعي، جذرها لغوي، جذرها نحوي صرفي؟ هذا له تأثير كبير في عملية الاجتهاد. هسه لا يأتي إلى ذهن الإخوة سيدنا على هذا الطريق بعد إحنا كشخص ما عندنا مجتهد، بس افترضوا انه في زمان من الازمنه نصل الى مرحله بان العمليه الاجتهاديه يمكن ان تكون فرديه او لا يمكن. قل لا يمكن، فالمحذور في ذلك. شنو احنا عندنا ايه او روايه او دليل عقلي يقول المجتهد لابد ان يكون ماذا؟ ها؟ العمليه الاجتهاديه عمليه فرديه محضه. لا، ليس الامر كذا، ولعلها تكون عمليه جماعية، مجموعة من التخصصات تجتمع حتى نستطيع أن نصل إلى نتيجة. وهذه كثير من العلوم الآن وصلت إلى مثل هذه النتائج. الاتجاه الثاني.